أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه إطلالة جديدة على أهم ما طلعتنا به صحف القاهرة وصحف العربية وأيضا الصحف العالمية أصدرها هذا الصباح من عناوين ومتابعات إخبارية مختلفة. نبدأ كالمعتاد بهذه القراءة لأهم وأبرز العناوين التي جاءت في هذه الصحف. السفارة الأمريكية في بغداد تحت حصار أنصار الميليشيا. تشديد عربي على رفض التدخلات غير العربية في ليبيا. كيم في كوريا الشمالية يهدد باستئناف تجارب الصواريخ النووية. التطورات المتسارعة في العراق لا تزال في بؤرة الأحداث حتى هذه اللحظة التي نتحدث معكم فيها، وبالتالي هذه المتابعات فرضت نفسها على الصحف الصادرة هذا الصباح. من صحيفة المصري اليوم نتابع: السفارة الأمريكية في بغداد تحت حصار أنصار الميليشيات، محتجون يقتحمون باحة المجمع، إجلاء السفير والموظفين، وترامب يطالب الحكومة العراقية بحمايتها. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد كتبت: طهران وواشنطن تتواجهان على أسوار السفارة في بغداد. أما السياسة الكويتية فكتبت: البنتاغون يرسل تعزيزات لحماية السفارة الأمريكية، وترامب حمل طهران مسؤولية زعزعة استقرار العراق، وعبد المهدي طالب المقتحمين بالمغادرة فورا. واحدة من الصحف الأمريكية أيضا التي تابعت هذا الموضوع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، وهي واحدة من الصحف الأشهر على امتداد العالم، كتبت: المتظاهرون يمهدون الطريق لحصار طويل للسفارة، الدبلوماسيون والموظفون الأمريكيون احتموا بغرفة محصنة داخل السفارة، ترامب يهدد إيران بعد الهجوم على السفارة لكنه يتردد في التورط أكثر في المنطقة. وتحت عنوان: العراق في نفق بلا ضوء، كتب دكتور حسن أبو طالب في صحيفة الوطن: المؤكد أن تراكم الفساد وانخراط النخبة في حصد المكاسب على حساب الشعب العراقي، والتورط أكثر وأكثر في النفوذ الإيراني الخفي والمعلن، وأيضا غياب رؤية جامعة للقوى السياسية لإصلاح الأوضاع العراقية والسعي نحو تأكيد سيادة الشعب وانتفاعه بموارده، كل ذلك يمثل جذور الأزمة العراقية الراهنة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول هذا الموضوع الأهم في المتابعات الإخبارية انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نادية صبرا الكاتبة الصحفية. أهلا بك أستاذة نادية. طبعا خلينا حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا ريت يعني نستعين بحضرتك في تقديم قراءة لصحف اليوم من خلالك، كيف تناولت الصحف التطورات الأخيرة في العراق؟ ربما واحد من العناوين الأبرز في الصحف العربية والتي يعني تلخص جانبا من هذه الأزمة ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط: طهران وواشنطن تتواجهان على أسوار السفارة في بغداد. كيف تابعت حضرتك أبرز العناوين التي تابعت هذا الموضوع؟ طبعا احنا شاهدنا بالامس لم تكن نهايه العام هادئه نهائيا في العراق. راينا مشهد كان غايه في التعقيد حينما حاولت اعداد من ميليشيا الحشد الشعبي المواليه لايران اقتحم السفاره الامريكيه ومحاصرتها بعد ان استطاعوا دخول المنطقه الخضراء المحصنه، وكان بيشرف على عمليه يعني على عمليه الاقتحام يعني اعداد كبيره من قادة الحشد الشعبي مثل قيس الخزعلي وهادي العمري وابو مهدي المهندس وصالح الصياد. طبعا ده اضاءه ل يعني قادتهم في ايران، وده طبعا وضع مؤسف ان العراق يصل الى هذه المرحله ان يتحول الى ساحه للقتال بين وتصفيه حسابات بين الولايات المتحده وبين ايران. ده ايضا بيحمل رساله خطيره جدا بتؤكد ان كل الاوراق في العراق مسؤوليه ايران. موقف العراق على موقف الدولة الحكومة العراقية بيظهر بأنها غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية، من ذلك يؤدي إلى عزل العراق دوليا. اليوم أيضا
يعني العدد كانت موجودة أمام السفارة الأمريكية بالأمس كانت 20,000، اليوم تعزيزات من نجد أسفي وقاموا بنصب خيام أمام السفارة الأمريكية وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح وأنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا نعم عراقية بتأمن السفارة نعم. بالإضافة إلى قوات خاصة أمريكية أيضا لتأمين السفارة، أيضا اتصال بالأمس بين وزير خارجية ورئيس مصالح وأيضا مع عز عبد المهدي رئيس الوزراء المقال، والاثنين أكيدوا لوزير خارجية أمريكي إن الوضع تحت السيطرة وإن السفارة مؤمنة، وهي طبعا أكبر سفارة في العالم السفارة الأمريكية في العراق. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذة نادية على هذه المشاركة معنا، الأستاذة نادية صبرة الكاتبة الصحفية. في هذا الجزء من جولتنا الصحفية نركز على أهم ما جاء بصحف القاهرة من عناوين وأخبار رئيسة. نبدأ بصحيفة الأخبار نتابع منها: الرئيس يبحث تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة والعربية للتصنيع، انطلاقة جديدة للتعليم الفني في 105 مدارس، بداية العام الجديد تحمل بشائر انخفاض الأسعار، الألعاب النارية تزين سماء العالم في عام 2020. من صحيفة المصري اليوم: اتفاق عربي على رفض التدخل الخارجي في ليبيا، الجامعة العربية الحل السياسي هو السبيل الوحيد، والبرلمان التركي يبحث إرسال قوات إلى ليبيا غدا، مطار سفينكس يستقبل أولى الرحلات الدولية، وصول 104 ركاب من الأردن. إلى اليوم السابع نتحول ونتابع منها تحت عنوان عام جني الثمار، مصر تبدأ حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادي، الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح المتحف الكبير، دخول مصر عصر النووي وزيادة المعاشات والرواتب، استكمال تطوير شبكة الطرق وخفض أسعار السلع أمام انهيار الدولار. من صحيفة الوطن: هدية الحكومة في رأس السنة، تقنين أوضاع 90 كنيسة جديدة للطوائف المسيحية، مجلس الوزراء يستعجل البرلمان للانتهاء من قانون المرور الجديد. ومن أخبار الرياضة نتابع من ذات الجريدة: القطبان يعودان لصراع الدوري، الأهلي والمقاصة في صراع خاص بين القمة والقاع، والزمالك في معسكر مغلق استعدادا لأسوان. نتحول إلى الصحف العربية، والبداية مع صحيفة الشرق الأوسط نطالع منها: تشديد عربي على رفض التدخلات غير العربية في ليبيا، روسيا تعيد ثلثي سوريا إلى النظام، العالم ينشغل بلغز فرار كارلوس غوسن. من جانبها كتبت صحيفة السياسة الكويتية: الجامعة العربية رفضت التدخل في ليبيا، وقبائل مصراتة تدعم الجيش الوطني، أردوغان أرسل 300 إرهابي، سجن 24 داعشيا خططوا لعمليات إرهابية في الأردن. من صحيفة الخليج الإماراتية: إسرائيل تعزز تفوق المستوطنين الجغرافي والديموغرافي بالضفة، الاحتلال يدمر 25 سيارة فلسطينية في نابلس ويعربد في القدس، 41 قتيلا حصيلة اقتتال في غرب دارفور، والجيش يرسل تعزيزات. من صحيفة الدستور الأردنية نطالع هذه العناوين: استمرار اقتحامات الأقصى ومواجهات مع حراس المستوطنين في سلوان، بيان من البلاط السلطاني العماني، السلطان قابوس بخير وحالته الصحية مستقرة. الآن نصل في جولاتنا إلى الصحف العالمية ونطالع بداية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: كيم في كوريا الشمالية يهدد باستئناف تجارب الصواريخ النووية بعيدة المدى، الآلاف يجبرون على اللجوء إلى الشواطئ الأسترالية مع اقتراب حرائق الغابات القاتلة. من الصحف الأمريكية أيضا اخترنا لكم نيويورك تايمز ونطلع منها: الهروب هو أحدث حلقة في قصة كارلوس غوسن، ووسائل الإعلام اليابانية تندد به بعد فراره إلى لبنان لتجنب المحاكمة في اليابان،
خلال خطابها للعام الجديد، ميركل تدعو إلى التسامح وتقبل الآخر، كما دعت لمواصلة العمل بشأن قضية المناخ. من الصحف الأوروبية اخترنا لكم واحدة من الصحف الفرنسية الأشهر، صحيفة لوموند، نطالع منها: المتظاهرون يشكلون سلاسل بشرية للعام الجديد في هونغ كونغ. خلال خطابه بمناسبة العام الجديد، الرئيس الفرنسي يؤكد أن إصلاح نظام التقاعد سوف يكتمل وأنه لن يستسلم للتشاؤم والجمود. من صحيفة البايس الإسبانية: الاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو الأفق الأخضر والرقمي بعد عقد من الأزمات المتلاحقة. الاتحاد الأوروبي يرفض طرد 2 من الدبلوماسيين الإسبان من بوليفيا. إلى أهم التصريحات التي أبرزتها صحف اليوم، حيث نطالع من الأهرام: الرئيس السيسي: تضافر جهود مؤسسات الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. ومن صحيفة المصري اليوم نطالع: دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطوير عشوائيات القاهرة، 10,000 وحدة جاهزة للتسليم لساكني المناطق العشوائية. أما صحف الخليج اخترنا منها صحيفة السياسة الكويتية، واخترنا منها هذه العناوين: معارضون للنظام الإيراني: إيران تتحول إلى مستشفى ضخم للأمراض النفسية يضم ملايين المرضى. واحدة من الفقرات المهمة في جولة الصحافة هذه المتابعة لأبرز الصور، لأنه عادة تكون الصور أكثر تعبيرا عن الكلمات. ندعوكم لتتأملوا معنا في أبرز الصور التي جاءت في صحف اليوم. نترك الآن السياسة قليلا بتعقيداتها ومشكلاتها، ونتابع هذه الجولة من الأخبار المتنوعة في صحف القاهرة وأيضا الصحف الصادرة هذا الصباح سواء في المنطقة العربية أو في العالم. من صحيفة الشروق نطالع: علماء يستخدمون السلاحف البحرية لقياس التغيرات في درجة حرارة المحيطات، وذلك عن طريق تزويدها بمعدات مراقبة. مجموعة من الباحثين أطلقت 5 سلاحف بحرية في إندونيسيا، وزودت كل منها بجهاز عالق على ظهرها لجمع البيانات المختلفة في البحر لمدة 3 أشهر. أما صحيفة الخليج نتابع منها هذا الخبر: ارتياد المتاحف والمسارح يحسن الصحة، حيث كشفت دراسة بريطانية أن الذين يحرصون على متابعة الأنشطة الفنية بشكل أكثر انتظاماً تتحسن صحتهم وينخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 13%. وتحددت الأنشطة في ارتياد المتاحف والمسارح والحفلات الموسيقية وحفلات الأوبرا وصالات ومعارض الفن المختلفة، بينما استبعدت السينما. صحيفة لوموند الفرنسية نعود إليها من جديد في هذه المتابعة مع الأخبار المتنوعة، ونطالع منها: دراسة جديدة أجرتها أستاذة لعلم النفس بجامعة نيويورك كشفت أن التعبير عن المشاعر له فوائد عقلية فورية، فبالإضافة لكونه يحمي من الاكتئاب والزهايمر، فهو أيضا يحسن من الحالة المزاجية ويحسن التركيز،
فالعواطف تعزز خلق الذكريات حتى بالنسبة للمرضى الذين يعانون من فقدان الذاكرة. متعكم الله دائما بالصحة والعافية. الآن ندعوكم من جديد لمتابعة هذه الجولة مع رسوم الكاريكاتير الأبرز في صحف اليوم. كل عام حضراتكم بكل خير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2020 عام خير لمصر ولجميع العالم. بهذا ننهي جولة الصحافة، غدا بإذن الله تجدد اللقاء وجولة جديدة. إلى اللقاء.